السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما رأيكم أن نبدأ اليوم بدرس جديد من دروس الإملاء، وهو درس التاء المربوطة والتاء المبسوطة. تعالوا معي صغاري لنتعرف إلى هذا الدرس. انظروا معي صغاري هنا إلى أشكال التاء المربوطة وشكل التاء المفتوحة. التاء المبسوطة هي تاء تتصل بالأسماء والأفعال، تلفظ تاء عند الوقف عليها بسكون. إذن التاء المبسوطة هي تاء تتصل بالأسماء والأفعال، تلفظ تاء عند الوقف عليها بسكون. مثال: بيت، توت، حوت، أكلت، شربت، لعبت. أيضا لدينا في هذه الصورة بنت، في الصورة الثانية بيت، في الصورة الثالثة نبات. أما التاء المربوطة فهي أحبائي تاء تتصل بالأسماء المؤنثة حصرا، تاء تتصل بالأسماء المؤنثة حصرا، تكون متصلة أو مفردة، وتلفظ هاء عند الوقف عليها بسكون. إذن التاء المربوطة ماذا تلفظ عند الوقف عليها بسكون؟ تلفظ هاء. مثال: مدرسة. انظروا هنا مدرسة متحركة، مدرسة ساكنة، مدرسة مدرسة، كرة كرة، تفاحة تفاحة. إذن التاء المربوطة تلفظ هاء عند الوقف عليها بسكون، وتلفظ تاء عندما تكون متحركة، مدرسة مدرسة، كرة كرة، تفاحة تفاحة. تدريبات أحبائي، ضع التاء بشكلها المناسب للكلمات التالية. لدي عدة كلمات مع صورة لكل كلمة. الكلمة الأولى موزة، موزة. الكلمة الثانية عنكبوت. الكلمة الثالثة معلمة. الكلمة الرابعة سمكة. الكلمة الخامسة حوت. أحبائي، سوف تختارون الشكل المناسب للتاء وتكتبوه إما تاء مبسوطة أو تاء مربوطة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم صغاري واستفدتم وتعرفتم على أشكال التاء المربوطة والتاء المبسوطة. إلى اللقاء أحبائي، دمتم في رعاية الله وحفظه.